أو في الحوار التونسي. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الحواري المتجدد على قناتكم قناة الكلمة الحرة. ضيفنا اليوم نقابي من نوع خاص. نستضيف اليوم وليد زروق. وليد، مرحبا بك في قناة الحوار وبيك التونسي. وبيك عايش. وليد، أنت كاتب عام للنقابة المحلية للسجون والأسلاح بقمرت، المنضوية تحت طبعا النقابة الأساسية لأعوان وإطارات السجون والأسلاح. وليد، مرحبا بك في قناة الحوار التونسي. عايش كوبيك أكثر وبجميع المشاهدين. وليد، دوسي كبير هذا نتاع النقابات الأساسية الأمنية اللي ظهرت بعد الثورة. حاولوا الأمنيين مش يتنظموا في نقابات، فما قاعدين نسمعوا ونتبعوا يعني في بعض القرارات بإيقاف بعض القيادات النقابية، وقفات احتجاجية انجر عليها قرارات بالإيقاف عن العمل. وليد، أنت وصل لك قرار بالعزل، ما عادش إيقاف معناها جملة، قرار بالعزل. وفما معناها شفت محرقس بالقدام، معناها فيه تطاول على من هو أعلى منك رتبة وإثارة الهرج، ومعناها بالجملة والبلبلة وعدم التحفظ وعدم الالتزام بواجب التحفظ، معناها محرقس بالقدام. باهي وليد، علاش أخويا تعمل في الشيء ذي كله؟ علاش وصلت لي وصلت تعزلت معناها اليوم من وظيفتك؟ والله علاش نعمل في الشيء ذي كل، أنا عايشت ثورة تونسية منذ بدايتها. أنا في 10 سنين في بوست من قمرت من فرقة الأنياب، أنا نعمل في فرقة الأنياب اللي دار العمل السجون والسلاح إلى سجن القصرين. خدمت جميع التململات والفوضى اللي صارت داخل الوحدات السجنية من سجن القصرين إلى سجن القيروان، سجن سوسة المساعدين، سجن برج العامري، سجن المرناقية، سجن برج الروم. شفت أرواح أزهقت أمام، سواء من العوان ولا من مساجين. خاطر صدقني في شخصي ما عنديش فرق ما بين العون والساجين، لأنه العون والتونس والساجين كذلك ولد تونس. الشيء اللي ما يعلموهش في المدارس الأمنية ذا. بعد الثورة تعرف الناس كل اللي ميلاد نقابة جديدة هي النقابة في الأسلاك الأمنية. فما أطراف صدقت لي فما ثورة. ما فماش ثورة في تونس؟ فما ثورة في تونس، فما انتفاضة، لكن لليوم حسب الواقع اللي نشوفوه واللي عايشناه واللي نعرفه نحن الإدارات التونسية، نحن أولاد الإدارة. المواطن ما يعرفش، المجتمع المدني ما يعرفش. أما اليوم نشوف عباد كانوا يؤلهون بن علي وهم من صنعوا لنا نظام الدكتاتور بن علي، اليوم في نفس مواقع القرار وفي التعيينات الجديدة، ومن أذنب ومن عذب وقتل ومن انتهكوا الأعراض، اليوم هما بيدهم. معناها يحبون نتعاملوا معهم بواجب التحفظ وواجب الانضباط. باهي، هاتا نجي توا لتسلسل الاحداث. خلينا نبدا. وقلنا وليد، انت عايشت الفتره هذيك الفوضى اللي صارت في السجون، ومن بعد اسستوا النقابه. النقابه تاسست في جويلية. النقابه تاسست في 10 جويلية بعد مؤتمر انتخابي 10 جويلية 2011. 10 جويلية. فما خلينا نبدا صح، فما سؤال برشا توا اللي يقولوا فيه التونس، يقول لك الامنيين يعني ما عندهمش تقاليد نتاع عمل نقابي، وحبوا ياسوا نقابات باش يحميوا رواحهم من المساءله ومن المحاسبه، وما عندهمش نيه في الاسلحه الى غير ذلك. كيفاش تجاوب انت على الكلام هذا؟ فما طرف صحيح، فما اطراف فعلا دخلت للعمل النقابي هي ماريونات في دين الرموز بتاع الفساد. فهمتني؟ هذا موجود وما ينجم ينكرها حد. اما المشكل احنا من الاولويات اللي قلنا عليها لحاستنا بزياده في الاجور، لطالبنا بحاجه قبل، طالبنا اول ما طالبنا هي تطهير رموز الفساد وفتح ملفات الفساد اللي عيناه واللي شفناه. فما رانا الا تعرضنا لحمله شرسه في شخصنا، تعرضنا لتضييق كبير، وسلم الأول بإيقافي عن العمل، معناها على أساس تجويعي باش يشوفوا، ومن بعد دخلوا معي في نيغوسياسيون، وكما يقولوا المجالس بالأمانات ما نحبش
إدارة هذه ولا وزارة العدل، وشكون بالضبط في الإدارة ومسؤول بوزارة العدل اللي هو سيد مصطفى اليحيوي مكلف بمهام السجون سيد وزير العدل. اليوم أنا حسب اللي يصير لي اليوم بالرسمي هي قضية شخصية لي أنا، اللي أنا توقفت وتعزلت، معناها ماهيش باش تضر، ماهيش باش تكون قضية وطنية، لكن المطالب اللي طلبت على المطالب اللي طالبتها انا والشيء موثق سواء في قناتكم او في القنوات الاخرى وفي الاعلام، معناها ما ينجم حتى حد ينكر الشيء ذا، معناها فما نيه صادقه اليوم وتحمل مسؤوليتي في المصالحه كان شيئا ما يكون، وبالبناء بمن افسدوا وباللي خلونا الوضع ذي. باهي وليد، حكيت على الملفات هذه نتاع الفساد اللي معناها حسب ما تقول انت هي السبب اللي خلات معناها تبربش، انت بديت تبربش وتخرج في شنو هي الملفات هذه نتاع الفساد، شنو هي فيها وشكون وجهتها؟ معناها كان فما ملف فساد، انت عندك دوسي معناها على بعض الفاسدين في الاداره نتاعكم، كيفاش معناها بدات العمليه؟ لشكون توجهت باش تعرفت ولا تجيك المشاكل هذه؟ نحن رفعنا التظلم للعوان للقاعدة، الحق هرعنا من مطالب التظلم اللي حلناها لوزارة العدل. جاتنا ملفات موثقة في فساد مالي وإداري قبل وبعد الثورة. فساد مالي وإداري في بخصوص شنية معناها؟ مؤسسة سجنية معناها؟ في المؤسسة السجنية، في المؤسسة السجنية راهو ميزانيات بالمليارات، مداخيل الصناديق الاجتماعية اللي قاعدة إهدار مال عام كبير ياسر. كي نقول لك أنا سجن المرنقية، سجن المرنقية راهو المواد الغذائية اللي فيه والواحد راهو عبارة نفس الكمية متاع مركب تجاري كبير في تونس، معناها بالمليارات. في الجمعة يدخل مرابيح بآلاف الملايين، هذا الحقيقة دون رقابة، ونبهنا عليه وتوجهنا للسيد وزير الإصلاح الإداري، وقدمنا مؤيدات وقدمناها حتى ونشكره سيد وزير الإصلاح الإداري المستقيل المستقيل سي محمد عبو اللي قدمها دون أي تفكير ودون الرجوع إلى الوزير اللي ترجع له سلطة الإشراف، اللي هو وزير العدل، اللي هو وزير العدل. قدمها على أنظار وكيل الجمهورية بمنوبة، وحاليا محل البحث، لكن هذا في الكواليس وأقولها صراحة لم تعجب السيد وزير العدل. جاتكم أصداء معناها؟ كيفاش تجاوزتوا معناها مشيت؟ جاتنا أصداء، جاتنا في الكواليس فما برشا محاولات للضغط علينا لتركيعنا، وقام خلع حتى مقر النقابة الأساسية اللي هي إطارات وعوين سجون المسلاح، وانتم غطيتوا الحدث. ومن بعد ما تم خلع مقر النقابة الأساسية بتاريخ 29/4 وتوجهنا وفتحنا محضر في الغرض، المحضر يقع إعدامه بتاع 29/4، ونهار 2/5 نحن متهمين باقتحام محل النقابة. باهي خلينا نجيو يعني الواقع هذا، انه يعني المقر نتاع النقابة نتاعكم يتم خلعه، يعني لقيتوا لقيتوه مخلوع، شنو عملتوا؟ جبتوا عينتوا عاد المنفذ عاين؟ لا مش عاد المنفذ. نحن كنقابة أساسية معناها وتابعين السلك أمني، توجهنا لمركز الشرطة. مركز الشرطة رجع بين النظر اللي هو مركز بلفيدير تاريخ 29/4، هي بالرسمي من المضحكات المبكيات انها تعليمات من السيد وزير العدل. واليوم انا تحررت شويه من حق التحفظ، يتم تسليم بغدادي المحمودي يوم الاحد، ومن تعليمات السيد وزير العدل يتم خلع مقر النقابه والتعدي على سياده نقابيه بيوم احد 29/4/2018. وزير العدل معناها اعطى تعليمات، شو مدخله هو في النقابه نتاعك؟ هذا ما وزير العدل معناها ما عنده ما يعمل، لاهي بوليد ولاهي بنقابه السجون والاسلحه، يخلعها في المقر. ازعجناه كثيرا بمطالبتنا بفتح ملفات الفساد وتحمل مسؤوليته. عندكم معناها قرائن ولا حاجات تفيد انه وزاره العدل هي متورطه في الخلع هذا؟ عندنا اذا المدير العام، اذا اليوم انا نحمل المسؤوليه، اذا المدير العام واذا الوزير بيده معناها
يكررنا في من بعد كي حاولنا الاتصال به، واللي هو معناه اللي هي تعليمات صادرة من عنده هو، لأننا معناها قلة انضباط منا وقلة احترام معناها لطرف نقابي، لأن نريد كشف الفساد والمفسدين معناها، ولم نلتزم التحفظ. باهي خلينا نرجع للحادثة هذيا، مشيتوا قدمتوا شكاية اي ثم قدمنا شكاية محضر استمرار رقم 390 على 1 تاريخ 29/4، رجعنا مغوضة باش نكملوا الإجراءات، قالوا لنا المحضر ما فماش وما جيتوش. تسحب معناها المحضر؟ أعدي ما وثيقة رسمية أعدمت معناها هذيا. هذايا فانا مركز قلت لي في مركز بالفيدات. مرانا نهار اثنين خمسة نحن ندينا الوقفة احتجاجية. طيب وقفة احتجاجية. أمام مقر الإدارة العامة للسجون والسلاح. بعد طلعوا باش يعملوا اجتماع نتاع كتاب عمون اللي منضوين تحت النقابة الأساسية لإدارة عمون السجون والسلاح. أنا وقتها مشيت للقهوة. جاني تليفون قالوا لي السيد مصطفى اليحيى مكلف بمهام لدى وزير العدل. هذا مهم ياسر، خاطر انا من بين الحاجات اللي تعزلت على خاطر والسيد مدير الوحدات السجنية موجودين غاديك. طلعت من غدوة جينا إنابة اللي نحن متهمين باقتحام محل النقابة الأساسية لإدارة عمون السجون والسلاح، ونبحثوا في ويتم بحثنا في فرقة مقاومة الإجرام كما السراق وال معناها هذه النقابة نقابتكم هاي نقابتنا نحن نفس الطريق اللي صارت 2005 من طرف فما إشكال نقابي ما بيناتكم معناها من داخل معناها نفس لا مش إشكال نقابي، إشكال ما بين الإدارة والنقابة، ما عندناش حتى إشكال نقابي. شكون اللي اتهمك بأنك اقتحمت؟ الإدارة العامة. الإدارة هي اللي هي اقتحمت وغيرت الأقفال، ومن بعد اتهمتنا نحن. الإدارة. معناها الممارسات هذه صارت في 2005 نذكر للتاريخ، صارت مع جمعية القضاة، مع سي أحمد الرحموني وتنجموا تسألوه، في عهد بن علي مع بشير التكيري، في بين الممارسات هذه ذهبت أدراج الرياح، لكن ما رانا إلها صارت معنا نحن، واستعرف وزير العدل شخصيا لينا والأمين العام، وقال لي أنتم ما احترمتوش مدير الإدارة العامة متاعكم. هل إذا أنا لن أحترم الإدارة العامة للسجون والإسلاح إذا مطالبي كانت تطهير الفاسدين وكشف ملفات الفساد، ويريدني سيد الوزير أن أحترم هذه الشرذمة من الفاسدين، فأنا لا أحترمهم احتراما لشهداء الثورة، واحتراما لجرح الثورة، واحتراما للهدية الكبيرة اللي أعطاها لنا الشعب التونسي. والله نشكر الشعب التونسي برشا، اللي ما كناش نحلم، وأنا واحد من الناس كنت أتخيل أني باش نكبر وصغاري واعد ومباقي بن علي في قصر كرتاج، وأمانة لوكاتور جونفي نحن الـ14 جان في عمرنا ما حاولنا، وللتاريخ ما ينجم ينكر حتى أمني حاولنا من الأول اللي قمع الثورة. هذا لازمنا نقولوه، وهذا لازمنا نكون عندنا الشجاعة مصارحة الشعب التونسي، ثم محاسبة من أذنبه، لخاطر الأذنب راهو قلة قليلة، راهو خاطر المنهجيه نتاع التعذيب كانت تمارس على القاعده الامنيه، كانت ممنهجه بس تتمارس على المواطن. اذا انت ما تخليش العون يخدم في اريحيه، وما تخليش العون تلقاه ديما تحت الضغوطات تحت القوانين، التعليمات المسقطه عمرها ما كانت قوانين مسقطه، تعليمات ترمي بالقوانين عرض الحائط كما اللي نشاهدوا فيه تو. معناها رجعنا تو للتعليمات، عليه التعليمات اقسم بالله العظيم مجلس الشرف، معناها حكاو معايا ثلاثه منتمين لمجلس الشرف والمجالس باللمانات، قالوا ما اقترحناش جمله نحن، تعليمات جات خط سياسي معناها و تعليمات من وزاره العدل، معناها تعليمات من وزاره العدل من السيد مصطفى اليحيوي لنشر اراء ولنشر حاجات على الفيسبوك. يتهموني، قالوا لك عندك صفحه في الفيسبوك هذيا معناها
استعملتها معناها باش تعمل شوية بلبلة وكذا وتحريض أنا حركت عوين سجون السلاح الأحرار، حركت عوين سجون السلاح الأحرار صفحة يتحملوا مسؤولية وقرابات تو في 37 أدمين، أمنيين كلهم من المؤسسة كلهم بتاع من ال المؤسسة السجنية. الأودينس متاعها فما 2000 مخاطب توصل ل 22 ألف. كي نزوروا الصفحة متاع سيادة رئيس الجمهورية ولا الصفحة متاع ساعات نلقاو دي كومنتير متاع عباد، هل أنا مسؤول على كومنتيرات متاع عباد؟ مانيش مسؤول متاع 2000 وآراء متاع 2000 شخص و2600 شخص، مانيش مسؤول عليهم أنا. هو السيد وزير العدل قاضي فيا من أجل، والحمد لله يا ربي، القضاء في تونس اليوم يريد انتزاع استقلاليته. وصراحة أنا اليوم نقولها، فما ثلاثة قطاعات حساسة في تونس، هو الأمن والإعلام والقضاء. أنا اليوم نعلن بكل أسف اللي الأمن، المؤسسة الأمنية وقع احتوائها، والقاعدة تتمنى أنها تعيش الحرية، لكن تخمم في شاريها وتخمم في عائلاتها وتخمم في واحد، معناها فما خوف قاعد. باهي وليد، توا المؤسسة الأمنية كما قلنا فما برشا نقابات، معناها حتى لين ما عادش فاهمين، ساعات تعدد نقابة تحرج النقابات حاجة ونقابة أخرى تحرج حاجة ضد تقريبا، فهمتني؟ لكن فما معناها برشا نقابات للأمنيين، والنقابات هذه قاعدة تتحرك، قاعدة تقوم بوقفات احتجاجية احتجاجا على بعض القرارات بتاع العزل، يعني التعسفي كما صار اللي كنت حسب ما يقولوا. فما وقفة احتجاجية باش نظمها يعني النقابة نهار الخميس الخميس قدام العاشر وزارة متاع الشباب، الداخلية، وانت باش تقوم بندوة صحفية زادة نهار الأربعاء باش تحدث، قلت معناها باش تكشف شنية، معطينا افون جو معناها شنية الحاجات اللي باش تكشفها هذه في الندوة الصحفية اللي تفيد معناها انه قدمتوا معناها كما قلت في النص نتاع البلاغ نتاع الندوة الصحفية انه تتهموا الإدارة ب يعني تكتمها على رموز الفساد وكذا، قلت لكم باش تكشفوا لانه ما عادش اللي انت مطالب بواجب تحفظ توا باش تحكي معناها بالحق. اعطينا سيد افون جو الفضل. تو انا متعدي على مجلس الشرف من اجل التهمه ذيك اللي في عهد الطاغيه بن علي، لو ثبت علي التهمه ذيك ظل يجيني في ايقاف عن العمل لمده شهرين ولا نقله تعسفيه. ندل على شيء، ملف يدل على انه قرار سياسي في مجال الشرف هذية. امنيتي لو تعاملوا بنفس الحزم اللي تعاملوه معايا انا، ميسالش والله نرضاه. أما أنا نلقى في نفس المجلس الشرف متاعي بالدليل القاطع اختلاس أموال من قنوة مساجين بسجن منوبة من سنة 2008 تتعدى سنة، وحفظ الموضوع في شأنه بتعليمات، معناه نتستروا على السارق وعلي يقتل وعلي يعذب وعلي انتهك الأعراض ونتعسفوا وقرارات لا أخلاقية، وفي شخص معناه أنا الحمد لله يا ربي اليوم نشكر اللي عندي موثق، اللي موثق بندواتي الصحفية، موثق بالليزارتيك اللي هبطت في الصحافة، في معناها في اجتماعاتي مع جمعيات، مدى صدقي، خاطر ما نظنش كان واحد معناها يحب يفتح ملف حساس جدا في داخل مؤسسة أمنية هو ملف البوليس السياسي اللي انهكنا نحن العوين قبل المساجين، اللي هو أقوى جهاز بوليس سياسي داخل الإدارة العامة للسجون والسلاح. مازال موجود حسب مش مازال خل موجود. نقول لك حاجة علق لي عليها توا، مؤخرا الأستاذ عبد الرؤوف العيادي يعني القيادي في حركة وفاء قال انه تفتن انه فما يعني عون بوليس سياسي قاعد يراقب فيه وخرجت الحركة بيان. اخي مازال فما بوليس سياسي حسب ما تعرف انت؟ حسب ماني انا متأكد البوليس السياسي في اول نجاح الثورة احس بخطر كبير جدا في البد، من بعد خلينا له الوقت. الثورة التونسية غلطت في برشا توجهات. فما عباد يحمد ربي اليوم السيد وزير الداخلية ولا السيد وزير العدل
معناها ويحترموا الشعب التونسي على القليله وباش يجازيوه اللي خلطوا عليهم احياء. لو كان جينا ماناش شعب متحضر كما اللي صار في الشقيقه ليبيا ولا كما اللي تو يصير في سوريا، العباد هذيا معناها صدقني اللي يعرفوا مساكنهم وين وراو منظومه التعذيب نتاعهم ومنظومه الحياه الاسريه اللي حطموها في سواء في العوين والمساجين راو بالالاف ضحايا ويعرفوا ديارهم ويعرفوا وما مسهم حد. على القليله من واجب حكومه الثوره والحكومه الشرعيه المنتخبه الاولى في تونس تحييد العباد هذي. تعبنا من صدقني سامحني كان باش نقول الكلمه ذي، رانا تعبنا من مناظرهم. اليوم نلقاوهم بنسبه 80% من التعيينات الجديده في صلب الاداره العامه للسجون والسلاح، هي رموز من البوليس السياسي اللي كانوا، خلينا نقول لك انا بوليس سياسي راهو انت ما تعرفهمش والصحافه ما تعرفهمش والمجتمع المدني ما يعرفهمش. نعرف البوليس السياسي اللي كانوا يتبعوا فينا خالطين علينا في وقت بن علي. اي اما نتاعكم عندكم انتم بوليس سياسي اخر ولا نتاعنا نحن كانوا في المحاكم وكانوا في يتبعوا في المحامين المعارضين وكانوا العين السهره اللي بن علي وكانوا بالارقام السريه ما عندهمش اسامي راه. كانوا كل واحد يمنح ليه رقم سري بدون اسم وتقريره كان بدون مؤيدات اذا حب يحطم اسره كامله بكامله ما عليه كان طرف احبار وورقه بيض. باهي وليد خلينا نشوف توا الخطوات القادمه. كما قلنا عندك ندوه صحفيه، فما ظهر لي مجموعه ال 25 كنت يعني فوضت لهم القضيه نتاعك، شنو ناوي باش تعمل معناها؟ انا مش مجموعه ال 25 فوضت لهم بالرسمي، خلنا فما حاجات مشرقه اليوم نشوفوا فيها في تونس. مجموعه ال 25 تبناو النقابه للسيد السجون وتبناوني في شخصي خاصه منذ مدة، عندهم 25 عبروا على 25 خمسة أشهر عبروا على تبنيهم لصدقنا وفي فتح ملفات الفساد ولا خاطر نفس معناها ننظم من أجل هدف. نحن رفعنا قضية في المحكمة الإدارية وثيقتي كبيرة في القضاء التونسي أنه وان شاء الله يقعد مستقل حتى اللي ناخذ انا على كده القرار بعد يرجع. لا لا ان شاء الله يقعد، ان شاء الله يقعد مستقل بالرسم، مش على خاطر مش من بعد يرجع، اما تصدقني اليوم انا اتحمل مسؤوليتي في الكلمه اللي تونس في خطر كبير ياسر واليوم لازم يكفوا لها رجالها. ما أخذ بالقوة خاطر لا يسترد إلا بالقوة، هذه حاجة بالقانون بقوة القانون وقوة أصحاب القرار اللي في أعلى هرم في السلطة. أنا اليوم نوجه ندائي سيد وزير العدل، وكل ما وجهت ندائي لنا باش ندعو للفوضى لا شيء، قلت له افتح معنا باب الحوار. لليوم نقول له افتح معي باب الحوار. ما كانش نداء الى السيد رئيس المجلس التاسيسي في جلسه استماع بالمجلس التاسيسي الى السيد رئيس الجمهوري باستقبالي ان امكن، معناها خاطر انا حسب ما نشوف اليوم ميلاد ديكتاتوري. نفس الشيء مجلس الشرف والقيادات الحاليين بالاداره العامه للسجون والسلاح رجعوا لنفس الخطاب تاع ما قبل 14 جانفي في بتعليمات المعلم. هذا انا نشوفها حاجات كارثيه ما حاليا قاعد. باهي وليد، وجهت نداءاتك للرئاسات الثلاثه وطبعا هذا معناها شيء معناها ما يفرحش بصراحه كي نسمعوا انه فما بوادر نتاع عوده لتطبيق سياسه التعليمات وتكميم الافواه وانه
يعني فما مشاكل كبيرة حسب ما شفنا اليوم، خاصة معناها كان فما نية متاع تكتم على ملفات متاع فساد كبير، سواء كانت يعني داخل المؤسسة السجنية أو يعني في أي مجال آخر. يعني وليد مرة أخرى خلي نشكرك على شجاعتك وحضورك معنا اليوم. غدوة نذكر عندك ندوة صحفية وليد، قلت أنك باش تعطي فيها مجموعة من الحقائق حول قضيتك هذه وقرار عزلك. نحب نضيف حاجة بالله. كلمة ختام وليد، هاو باش نمنح لك كلمة ختام، يعني شنو تحب تقول للرأي العام اللي يتفرج فيك في شكل كلمة ختام في علاقة بهل المسار هذا اللي تبعته كما قلنا منذ جويلية 2011، بداية العمل النقابي نتاعك في نقابة السجون والأسلاح. شنو هي الكلمة الختام تحب توجهها للمشاهدين؟ كلمة الختام نحب نوجه نداء شبيه كل ما يتكلم وتشوفوا انتوما كاعلاميين ولا كمجتمع مدني، كما سمير الفرياني تشجع وتكلم وهو خاف ورجع وسكت، ما زلت تسمع بسمير الفرياني. عصام الدردوري نفس الشيء، كتب عم مطار نفس الشيء، توجه للسيد محمد عبو قدم ملفات فساد، وابعد السيد اللي تقدم فيه ملفات فساد، وقع ايقافه عن العمل 6 اشهر بدعوى التطاول، معناها نفس التهم اللي كان يلفقوا فيها، خاطر ما زالت نفس الرموز هي اللي تتحكم في مفاصل الواحد. وليد زروق العزل من الوظيف، معناها فما أقلية، هي الحقيقة ما ينجم، فما أقلية قاعدة تتكلم لكشف الفساد. ظهر لي القوم الأسهل أصحاب القرار اليوم في تونس، القوم الأسهل أنه يسكتوا الأقلية اللي قاعدة تحب تحقق أهداف الثورة وتطالب بتحقيق أهداف الثورة، على أنهم يحاسبوا المفسدين ومن أفسدوا في حق هذا الشعب العظيم. طيب وليد يعطيك الصحة مرة أخرى، نشكرك على حضورك معنا اليوم وعلى شجاعتك وجرأتك. خليني نذكر اللي أنت وليد زروق، الكاتب العام للنقابة المحلية للسجون والأسلاح بقمرت المنضوية تحت لواء النقابة الأساسية لأعوان وإطارات السجون والأسلاح. وليد نذكر اللي أنت جا فيك قرار عزل بعد الملفات الفساد اللي قلت أنه وزارة العدل يعني متكتمة عليها، وهناك اتهامات لك أنت يعني عدم الالتزام بواجب التحفظ والتطاول على من هو أعلى رتبة منك. نشكرك وليد مرة أخرى، إن شاء الله يعني في النهاية أنه كل هذه القضايا والملفات ما تقعدش يعني في دائرة ضيقة بعيدة على يعني المجتمع والمواطنين. نحن كيعني إعلاميين وكصحفيين وكمؤسسات إعلامية وجبنا أن ننير الرأي العام ونكشف له المواضيع هذه اللي يلزموا معناها يكون طرف فيها، لأنها في علاقة وتيدة بأهداف الثورة اللي رفعت مطالب يعني المحاسبة ومطالب الشفافية، إلى جانب طبعا الحرية والكرامة الاجتماعية. في الختام نشكر السادة المشاهدين على حسن الانتباه، نلتقي غدا في موعد حواري قادم. شكرا لك وليد. شكرا.